ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة. أهلا بك أحمد. أحمد، لو تطلعنا على آخر التفاصيل والاستعدادات في السفارة المصرية في بيروت. نعم، تحياتي لك في البداية من مقر السفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت. بالفعل أنهت السفارة المصرية بلبنان جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال المواطنين المصريين المقيمين على الأراضي اللبنانية وأيضا الوافدين والزائرين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بدءا من 9 من صباح غد الجمعة. الاستعدادات تمت على كافة الأوجه المطلوبة وفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم وضع الصناديق وتم وضع الساتر المخصص لاستقبال الناخبين غدا، وباتت كل الاستعدادات جاهزة. مقر أو الأماكن التي سيصل إليها المصريون المقيمون في الأراضي أو على الأراضي اللبنانية، مرورا بالتأكد من والتحقق من بطاقات الرقم القومي لمن يحملها أو لجوازات السفر المميكنة التي يوجد بها الرقم القومي ظاهرا، ثم الحصول على ورقة التصويت والدخول إلى هذه الغرفة للتصويت في الانتخابات الرئاسية. السفارة المصرية بلبنان أعلنت أنها ستفتح أبوابها بدءا من 9 صباحا وحتى 9 مساء كل يوم بدءا من الجمعة والسبت والأحد لكافة المصريين المقيمين على الأراضي اللبنانية. نعم، كل الشكر لك أحمد سنجاب مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت.